نركز بمعنى ان احنا نركز ان احنا نقفل على نفسنا، نركز ان احنا يعني انا مش عايز اخش في قصص كتير، بس انا بتكلم في فكره النادي الاهلي كبير جدا. النادي الاهلي نادي كبير جدا، واي واحد فينا في فرقه النادي الاهلي من اكبرنا لاصغرنا كان يحلم ان هو يعدي من قدام سور النادي الاهلي. أكيد. كلنا اللي يقول غير كده يبقى بيهجص. واللي دخل النادي وعاش في النادي وشاف من النادي خير وشاف من النادي اسم وشاف من النادي تاريخ، عارف ده كويس جدا ومقدر ده كويس جدا. فاي حد كان يتمنى ويحلم ان هو ينضم للنادي الاهلي وان هو يبقى موجود في النادي الاهلي وان هو يعدي فعلا من جنب سور النادي الاهلي، كلنا واحنا صغيرين كنا كده، نفسنا نروح نتصور مع اللعيبه، نفسنا نروح نبقى موجودين. فلما اكون موجود في كيان كبير زي ده اقدر النعمه اللي انا فيها واحترم المكان واخلص للمكان. فده اهم وقت واكتر وقت بالتحديات اللي بنواجهها، سواء تحديات من بره النادي سواء من جوه سواء المنافسات اللي احنا بنشارك فيها. فده مطلوب مننا ان احنا نخلص من جوانا بجد. اي حد عنده مشكله اسكت، ما تتكلمش دلوقتي، في بطوله، في هدف، يعني ركز في الماتشات اللي انت فيها، ركز في البطوله اللي انت فيها، ركز في المسار اللي انت ماشي فيه، ما تشمتش فيك حد. في نظام وسيستم انت ماشي عليه. واصل لكم الكلام. يعني انا دايما بحب اخد من جوه يعني من جوه، ده كابتن فرقه وعارف جوه ايه. من الواضح انه واصل لكم وانتوا فاهمين القصه من بره ماشيه ازاي، بدليل النقطه اللي انت بتقولها، اجل يا عم لو عندك مشكله اسكت، عندنا حاجه اهم، عندنا بطوله اهم. وهايدك جدا في حته ودايما يا سعد كنا بنتكلم حتى وانا مدرب بقول يعني دايما لازم تفتكر اللحظه اللي انت بلغت فيها انك هتكون جوه النادي الاهلي، واللحظه دي ما تتنسيش عشان طبعا. اللحظه ديت في ناس بتنسى، يعني في ناس فعلا بتنسى لظروف معينه، يعني مش عايزين نتكلم فيها، لكن انك تفتكر دايما احساسك لما اتقال لك يا سعد انت دلوقتي هتتمرن مع الفريق الاول للنادي الاهلي، احساسك وانت بتشيل بطوله دوري او بتشيل بطوله كاس، الاحساس دوت لو اتنسى ممكن جدا يخرجك عن الصف. فدايما استمر انك دايما تفكر الناس بده يا سعد، مهم قوي انك تفكر الناس بده، انك تفتكر انك كنت تتمنى انك تعدي من سور النادي الاهلي. كنا بنقف انا وانت وغيري، كنا نقف على سور النادي ماسكين الحديد كده واحنا صغيرين عشان نشب كابتن محمود الخطيب، ده كابتن علاء ميهوب. بعد ما احنا دخلنا الصغيرين بقى يشبوا عشان يشوف ده كابتن سعد سمير. أيوة. فاللحظات ديت لو اتنست اعتقد بتبقى فيه مشكله طبعا. وهي كابتن زي ما انا بقول لحضرتك وحضرتك بتقول، النقطه اللي حضرتك بتقولها مهمه، ان انت تفتكر اول يوم، تفتكر لما النادي بيتفاوض معاك، تفتكر وانت كان حلمك والنادي يا كابتن. يعني مهما كانت الدنيا بتتغير والظروف بتتغير، النادي ثابت مكانه والنادي اسمه كبير جدا. ودايما انا بقول البادج بتاع النادي الاهلي ده يعني بتمن، يعني عالم النادي الاهلي، الشعار اللي انت بتبقى على التيشيرت بتاعك ده، والله انا مش بقول كلام مصطنع ولا انت بتقول كلام محتاج، ده واقع وانت عايشه، واللي بقاله سنين في النادي عارف الكلام ده، والاجيال اللي قبلنا اتعلمنا منها كده واتقالنا كده، وهو ده الواقع. لان لو مش ده الواقع يبقى احنا بقى اتعلمنا غلط، او يبقى احنا اتربينا غلط. لكن احنا الحمد لله اتربينا صح جدا واتربينا كويس جدا. مش عايز بس ابقى منفعل في الحته دي، بس الواحد بس بيزعل الفتره اللي فاتت ان النادي ناس مش مقدره حجم وقيمه ومكانه النادي اللي احنا كلنا كنا بنتمنى نبقى موجودين فيه. فالحمل علينا احنا تقيل شويه كلعيبه، وانا بطلب من زمايلي من خلال حضرتك ان احنا لازم نركز اكتر، لازم نخلص اكتر. احنا الواجهه بتاعه النادي وفرقه الكوره دايما هي اللي بتكمل وهي اللي بتدوس وهي اللي بتجيب البطولات وهي اللي زي ما بيقولوا بتبقى الدرع رقم واحد للنادي الاهلي. فيا جماعه احنا عندنا تحديات كبيره جدا الفتره الجايه، ومطلوب من كل واحد فينا يبقى قد التحديات دي. اللي مش قد التحديات دي الفتره الجايه يرفع ايده ويقول يا جماعه انا ما انتوا الموضوع هيبقى صعب جدا وانتوا فده مهم جدا، ده مهم جدا وده مطلوب الفتره اللي جايه. ودايما احنا بنتكلم مع بعض في الاوضه، لكن في الاول في الاخر انا بكلم احنا فرقه واحده. يعني انت عاصرت اجيال كتير، يعني انت عاصرت الكابتن وائل جمعه، بركات، حجازي، فاكيد ده اتعلمته كمان من الناس اللي سبقتك يا سعد. طبعا هم طبعا الاجيال، يعني انا طلعت الفريق الاول 2009 بعد كاس العالم للشباب اللي كان في مصر، طلعنا احنا مجموعه مع الكابتن حسام البدري. زي ما الكابتن هاني قال، قعدنا فتره كبيره مش مدركين ان احنا بنتمرن مع ابو تريكه، مع بركات بحفظ الالقاب طبعا، مع وائل جمعه، مع جيلبرتو، احمد بلال، احمد حسن، عماد النحاس،
يعني مش عايز عماد متعب محمد شوقي كان حلم قعد بنقعد نتفرج عليهم هما بيلبسوا وهم بيتحركوا ازاي التمرين عامل ازاي طب مين اللي نخش عليه جامد مين اللي نبقى بالراحه يعني كان الموضوع كبير فعاصرنا ناس اتعلمت ده وكنا زي ما بيقولوا هما بيمشوا واحنا نمشي وراهم بنتعلم منهم في كل التصرفات في كل المواقف اللي عدت وعدينا بظروف اصعب من دلوقتي.